نشرة الأخبار، أهلا بكم. قلب فريق التعاون تأخره في اللحظات الأخيرة أمام ضيف الأهلي ببنغازي إلى فوز غاية في الأهمية بهدفين لهدف ليكسب 3 نقاط ثمينة أكدت بقائه في منافسات الدوري الممتازة وجنبته الدخول في حسابات الأمتار الأخيرة ومفاجآتها المدوية. أنهى فريق الأهلي ببنغازي الشوط الأول متقدما بهدف أبو بكر بعقيلة، ثم نجح فرج عبد الحفيظ في إحراز هدف التعادل لفريقه التعاون لتحمل الدقائق الأخيرة هدف الفوز والبقاء بتوقيع الشامخ القدافي. بهذا الفوز رفع فريق الأهلي ببنغازي رصيده إلى 54 نقطة مقابل 16 نقطة للتعاون. قاد إبراهيم العبادي فريق صداقة للفوز على دارنس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شحات لحساب الجولة ما قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز. الصداقة اكتفى بهدفه الوحيد الذي أمضاه إبراهيم العبادي في الدقيقة 37 من الشوط الثاني، بينما لم يتمكن الفريق الضيف من إدراك التعادل رغم المحاولات التي تهيأت له. بهذا الفوز رفع الصداقة رصيده إلى 20 نقطة مقابل 21 نقطة لدارنس. في الدقيقة 82 من عمر نحب نشكر مدينة شحات لحد ما قصروش معانا استضافونا احلى استضافة. ثاني شيء جينا قدمنا الإضافة لنادي الصداقة والحمد لله كانت وعودنا معاهم ان احنا نكون في الممتاز، والحمد لله ربنا قدرنا ان قدرنا هذا الشيء وبقينا في مركز كويس في سلم الترتيب والحمد لله الحق. طبعا انت عارف فريق الصداقة كان يعاني من سوء النتائج الفترة الأخيرة، بعد عدلنا في التعديلات الأخيرة بين الذهاب والإياب بعض الرياضيين، كان فريق متماسك، فريق يعني مع ضد فرق كبيرة أخوي فراس أدى أداء جيد مع الهلال ومع النصر ومع الأهلي، لكن على مباراة اليوم نحن طبعا ركزنا ضروري نكونوا في الـ في الـ في الـ في التراتيب متقدمة. الحمد لله رب العالمين، نشكر لاعبين نادي صداق على تحت الفرصة اللي فرحت جماهير نادي صداقة. الشيء الآخر نقول نادي دارنس هاردراك فريق دارنس الأنيق والعنيد، فريق يدي في كرة جميلة، لكن نحن صبرنا بين شوطين، غيرنا طريقة اللعب، زدنا لعيب عاشور شقلوب ومالك الحاسي وعلي وناصر عروسي. من جهته حقق فريق الأنوار فوزا معنويا على شباب الجبل بأربع أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبيار ضمن منافسات الأسبوع العاشر وما قبل الأخير لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الذي هبط إلى الدرجة الأدنى صحبة نجوم جدابيا رصيده إلى 12 نقطة، ليتقدم مؤقتا إلى الترتيب ما قبل الأخير بفارق نقطتين عن نجوم جدابيا الذي سيتبارى الجمعة مع الهلال في جدابيا، بينما توقف رصيد شباب الجبل عند 18 نقطة في المركز التاسع. أما على ملعب طرابلس فقد تنفس فريق رفيق الصعداء بفوز الثمين على حساب فريق الوحدة بهدفين لهدف واحد، ليجدد فريق مدينة صرمان أماله في البقاء مع انتظار منافسات الأسبوع الأخيرة وما سيحمله من مفاجآت مثيرة له ولفريق الشطة، خاصة بعد تأكد هبوط فريق الوحدة رسميا لمصاف الدرجة الأدنى. وبالعودة للمباراة التي قادها الحكم الشاب نصيب الهواري، فقد بادر رفيق بافتتاح النتيجة عن طريق عمر الشعري عند الدقيقة 28، ثم ضعف وليد المرغني تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وحملت الدقيقة 72 هدف الوحدة الوحيد بإمضاء أحمد الهمالي والذي لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من الهبوط. بهذا الفوز رفع فريق رفيق رصيده إلى النقطة 21، بينما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 16. لمصلحة فريق الوحدة هو فعلها الذي تحدثت عنه قبل لحظات أحمد الهمالي.
فرضت لجنة المسابقات عدد من العقوبات والغرامات ضد بعض اللاعبين والمرافقين والفرق، كما ورد في القرار الخاص باعتماد نتائج الأسبوع العاشر إيابا لمسابقة الدوري الممتاز. وفي أبرز هذه العقوبات، إيقاف لاعب دار نس مهند الشريف عن المشاركة مع فريقه لعدد مباراة واحدة، وإيقاف لاعب الوحدة عاطف علي لمباراتين وغرامة 1000 دينار. كما شملت العقوبة مرافق فريق الهلال مالك خالد لثلاث مباريات وغرامة 1000 دينار، ومعاقبة مدير الكرة بنادي بوسليم وسام سريتي مباراة واحدة وغرامة 300 دينار، وفرض غرامة على فريقي الأهلي بطرابلس وخليج سرت بقيمة 1000 دينار لكل منهما، و6000 دينار على فريق شباب الجبل، و3000 دينار على فريق الخمسة. كما قررت اللجنة قبول الاحتجاج المقدم من نادي نجوم جدابية شكلا، ورفضه في الموضوع لعدم استيفائه شروط الاحتجاج.